السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من الملعب في أسبوع جديد نبدأ معه أسبوعا للمنتخب السعودي الذي ينتظر مباراة هامة يوم الأربعاء القادم مع الصين، أولى المباريات بعد خطوات التجديد والأمل الذي تنتظره الجماهير السعودية مع الأخضر. سيكون لنا حديث عن المنتخب وعن قضية أمنية خطيرة حدثت أثناء ديربي الرياض، سنتحدث عنها في هذه الحلقة. نتابع أولا العناوين. في الديربي شراء تذاكر بعملة مزيفة والشرطة تحقق في القضية. النعيمة وماجد عبد الله مع الأخضر أمام الصين. الاتحاد السعودي يطلب استضافة كأس آسيا ويعلن مرشحه لرئاسة الاتحاد الآسيوي. محمد مسعد مرتاح من أول تدريب ولن أعود للأهلي. زلاتكو أخيرا جاءت الفرصة. أحمد محتسب يتقدم بشكوى ضد مدرب الاتحاد. نواف المهدي ما زلت أنتظر رد لجنة الاستئناف. لاعب النصراوي يخطف نجومية الجولة 18. مقيم في المدينة يتلقى عروضا خليجية ويؤكد أريد السعودية. هذه العناوين، منها إلى التفاصيل. قبل ذلك أرحب بضيفينا في الاستوديو، الدكتور فهد القريني الرياضي المعروف. مساء الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. مساء الخير آدم، مساء الخير على الأخ في جدة، وأيضا مساء الخير على السادة المشاهدين. أهلا بك من جدة، المحلل في القنوات الرياضية السعودية، اللاعب السابق والإداري السابق أيضا حمد الصنيع. مساء الخير أبو حنين. مساء الخير عادل، ومساء عليك وعلى الدكتور وعلى جميع المشاهدين. أهلا بك حمد، أهلا بكما جميعا، أهلا بسادة المشاهدين. ندخل في تفاصيل هذه